السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة كنت عملت لكم قبل كده فتح الكرتونة بتاع التليفون الاي 70 اللي هو السامسونج، وأنا بقالي أسبوعين أو أسبوعين ويومين ثلاثة بقى إيه بجرب التليفون. الناس بتوع سامسونج دول بيضحكوا عليهم في كل حاجة. أولا التليفون مختلف جدا، يعني أنا بصراحة أنا بستخدم دايما النوت وبتعامل مع النوت. التليفون ده تحس ان امكانياته قريبه للنوت مثلا اللي فات اللي هو اللي قبله اللي هو الثمانية اللي قبل النوت 9 في الامكانيات، بتحس ان الامكانيات دي كلها كدب في كدب. يعني مثلا انت بيقول لك 6 جيجا رام، هو مش 6 وما يجيش 6 جيجا رام خالص ولا يعرف 6 جيجا رام. الحركه بتاعته، الكاميرا بتاعته تبقى بتصور مثلا التليفون لو سكن منك شويه يقوم فاصل الكاميرا من نفسه. يعني في مره كنت ماشي في الشارع بتكلم التليفون ودنك دي تسخن من المكان السماعات بتاعت التليفون. يعني اللي انا عايز اقوله خلاص الموضوع، كل الناس عارفه ايه اللي في قلب التليفون نفسه، يعني ايه الامكانيات بتاعته ايه وايه وايه. اللي انا عايز اقوله ان هو الامكانيه 6 جيجا هي ما تعتبرش 2 جيجا. كل حاجه فيها كدب في كدب في التليفونات المتوسطه. التليفونات المتوسطه في سامسونج كلها كدب في كدب، مش تليفونات بيطلع لك الحقيقه. يعني الابل بيبقى التليفون 2 جيجا رام ووحش، تحس ان هو حاجه ماشيه ما بتقفش، انما 6 جيجا رام في السامسونج بيعادل 1.5 جيجا او 1 جيجا في الايفون. والسلام عليكم ورحمه الله.